وصلت إلى ميناء العريش البحري سفينة المساعدات التركية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بالمساعدات الإغاثية المتنوعة. وأكد السفير التركي في القاهرة أن سفينة المساعدات تحتوي على 8 مستشفيات ميدانية متكاملة مجهزة بغرف العمليات ووحدات العناية المركزة، بجانب 20 سيارة إسعاف مجهزة و15 مولد طاقة وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بتشغيل المستشفيات الميدانية. يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع الأطراف كافة لدعم الأشقاء في فلسطين وإيصال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.